يستعد مقاتلو البحرين لاختتام معسكرهم الداخلي مع قرب انطلاق بطولة العالم لفنون القتال المختلطة والمقامة على أرض المملكة. ويسود المعسكر أجواء من التفاؤل بتحقيق مراكز متقدمة حسب ما أكده اللاعب حمزة الكوهجي. رحنا معسكر في شيشان، سكننا منطقة معزولة بس تمرين نوري. نفس الشيء الحين ردينا البحرين، ساكنين في الزلاق، كنا مو في البحرين بس نرقل ونتمرن، فاستعداد بدني وعقليا يعني كل الفريق جاهزين. أنا أشوف أن هالبطولة بيكون أفضل أداء للفريق البحريني، وأعتقد وايد بتكون في ميداليات، أعداد وايد قوي، تغذية وايد صح. الحمد لله تمرين في هنا في KHK، إن شاء الله كله الآن كله جاهزون، مقاتلون كله جاهزون، إن شاء الله نحن فوز إلى بطولة عالم إن شاء الله كله ذهبية. ولأن التغذية الصحية تعد من أهم أسباب نجاح الفرق المقاتلة، فقد حرص أخصائي التغذية محمد سعد على تطبيق تغذية قطع الوزن للاعبي الفنون القتالية المختلطة. آخر أسبوع اللاعب على حسب ممكن يكون باقي له 5 كيلو 6 كيلو أو 7 كيلو، فيحاول ينزلها بأسرع مقدار ممكن، وفي الغالب راح تكون عبارة عن سوائل، فاللاعب بيكون عليه ضغط تعب، لابد تكون عملية قطع الوزن عملية مدروسة عشان اللاعب ما يصيده أي مشاكل صحية، نفس الوقت أداء البدني ما تأثر. جمهور البحرين مثل ما معروف عنه دائما يكون موجود وقت اللاعبين يحتاجونه ما يقصر. خضنا بطولات داخلية في البحرين وكان الجمهور جدا كبير، فطبعا بيكون موجود بيساندنا بأقوى ما يمكن.